الوقفة اللي كاينه اليوم جاءت من بعد مجموعة ديال المحاولات في النقاش مع وزارتي الصحة والتعليم في هذا المشكل اللي كنعانيو منه واللي بات بالفشل، وتجلت في اقتراحات اللي مليئة بالوعود اللي غير ملموسة على أرض الواقع، اللي كيجعلها تتجاهل المطالب الأساسية ديالنا. هاد المطالب مبنية على التخوفات ديالنا والخوف على صحة المواطن المغربي، الخوف على جودة التكوين والتعليم ديالنا كأطباء، الخوف من التقصير تجاه المواطن المغربي في الحق دياله في العلاج. الوعود اللي عطاونا تحاجة فيها من الموسى، حاجة فيها ما مطبقة ولا كيبان لينا بأنه بداو في التطبيق ديالها. هذا هو المشكل اللي عندنا. المطالب ديالنا أول حاجة كيف ما كتعرفوا كانت واحد لغيفورم ديال من 7 لـ6، وهذا كيطرح لينا بزاف ديال المشاكل، منهم واحد تخوفات على لكاليتي دي فورماسيون ديالنا كأطباء، وهذا الشيء اللي كيحط لا كاليتي ديال العلاج ديال المواطن في خطر اللي جد كبير. لو في ديال انه طبيب غادي تمشي وغادي دير ليه واحد لا ترانزيسيون، كان كيقرا في 7 سنين غادي يولي في 6 سنين، وحتى الطريقه باش غادي يقرا فيها بديك 6 سنين غير واضحه وماشي بيان كادري، هادشي كيحط واحد الخطر اللي كبير على المواطن، ماشي غير علينا حنايا وماشي غير على لا فورماسيون ديالنا. دونك حنا ما كنرفضوش الاصلاح، بالعكس حنايا كنطالبوا به، هذه هي اول حاجه. من غير لو في ديال انه كنطالبوا ب 7 سنين، كنطالبوا بالاصلاح من جوده التكوين، كنطالبوا باش انه المستشفيات تكون مجهزه. هذا الشيء كيهمنا ماشي غير حنايا كاطباء، كيهمنا حنايا كمواطنين مغاربه. ما يمكنش انه المواطن المغربي يمشي للمستشفى وما يلقاش المعدات باش انه يداوى، يلقى بانه الطبيب ما عندوش المعدات باش انه يعالج هذا المريض، اللي كيخليه يلتجأ للمستشفيات الخصوصيه، وهذا الشيء ماشي كاملين متمكنين منه كمواطنين مغاربه. دونك المواطن المغربي خاصو يمشي يداوى في البوبليك، ما خاصوش ملي يسمع الكلمه ديال البوبليك يتخلع، خاصو يقول بلي راني نقدر نمشي نداو تماك وما نحتاجش نمشي للمستشفى خاص.